بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل يا شباب. احنا اخر حاجه كنا وقفنا ان احنا كنا خلصنا معظم الميثودز اللي خاصه باليوزر، تمام، الى حد ما لحد الان يعني. طيب اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي نبدا ان احنا بقى نتكلم على البرودكت كلاس. عايزين نبدا نعمل التيبل بتاعه في الداتابيز عشان نقدر نضيف فيه البرودكتس بتاعتنا، تمام. طيب اول حاجه نعملها، اول حاجه انك هتروح على طول تشغل الاكزامب كنترولر بانل بتاعه، هتجيبه عندك من السيرش بار عادي، او شوف انت حاطه فين على الديسكتوب او حاطه فين، وتبدا انت تشغله وتعمل ستارت للاباتشي وستارت للماي سيكول. وانس ان هو عمل لك الماي سيكول بالاخضر كده خلاص تمام، تبدا تيجي هنا على ادمن وتفتح البي اتش بي ادمن او التول بتاعه الداتابيز اللي احنا شغالين عليها، تمام. هيبدا هو طبعا يحمل دلوقتي وهيفتحها هيفتحها معانا طبعا، بس توفيرا للوقت. تمام، فتح معانا البي اتش بي مو ادمن. هنيجي على الاطلب سيستم دي بي اللي هو البروجكت بتاعنا وهنفتحه. هنخش جواها نلاقي والله ان هو عامل لي حاجتين، عامل لي اليوزرز دي بي اللي هو التيبل الخاص باليوزرز. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل اليوزرز او البرودكتس دي بي. فهنيجي هنا ندوس نيو، فهيسالني فوق هنا التيبل نيم بتاعك ايه، فانا هسميه ولكن طبعا هخليه برودكتس مش يوزرز، يبقى هنعدل هنخليه برودكتس. يبقى البرودكتس دي بي اللي هو الخاص بالبرودكتس بتاعتي، تمام. طيب هو بيسألني هنا هيأد كام كلومن. نيجي هنا نشوف، انا عندي والله البرودكت نيم وعندي الكوانتيتي وعندي البرايس وعندي الكود، يبقى دول كده اربعة. حتى لو بصينا في الاد برودكت احنا بنضيف كام؟ بنضيف اربعة جوه البرودكت. يبقى البرودكت ليه اسم وليه كمية وليه سعر وليه كود خاص بيه. ده كل اللي يهمنا عن الايه، عن اي برودكت عموم بشكل عام، اسمه والكمية بتاعته والسعر بتاعه والكود بتاعه اللي اقدر اعمل عليه عمليات زي الحذف والكلام ده. فهو ده كل اللي يهمني. فهنا حاليا عندي كام؟ عندي اربعة اربع حاجات اساسية موجودة في البرودكت. فهرجع هنا على الداتابيس بتاعتي واقول له والله انا عندي اربعة، وبعد كده اقول له جو. فطيب اول ما قال لي جو فتح لي هنا انا مش عارف صراحه هو ليه عمل التايبس دي كلها. اوكي ممكن اجي هنا في النيم واضيف البرودكت نيم، احط كوبي اضيفه هنا واقول له ده هيبقى عباره عن تكست، وبعدين هاجي اضيف البرودكت وكوانتيتي. طبعا انت ممكن تسميه باي اسم، بس انت تسهيل الوقت هسميها بالاسم. طبعا الكوانتيتي احنا قايلين الكوانتيتي عباره عن انتجر صح، فهنخلي هي انتجر زي ما هي مفيش اي مشكله. هنيجي على البرودكت برايس كوبي وهناخده هنا. طبعا البرودكت برايس بتاعنا عباره عن دبل، فهندور هنا على الدبل. الدبل موجود تحته دبل. بعد كده نلاقي البرودكت كود هو عبارة عن انتجر، فبرضه هنضيفه كانتجر. بعد كده هدوس سيف هنا. لو دخلت هنا هبص الاقي على جنب ان هو عامل لي فعلا برودكتس دي بي. لو دوست على برودكتس دي بي هلاقي ان هو عمل لي التيبل اللي اسمه برودكتس دي بي. فلو دوست على الاستراكشر فوق من هنا هلاقيه حاطط لي برودكت نيم تكست والبرودكت كوانتيتي بانت والبرودكت برايس بدبل والبرودكت كود حاطه لي بانت. عظيم. محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين احنا نرجع بقى نضيف بعض الداتا فيه كمثال يعني، تمام. طيب فانا هرجع هنا، محتاجين نضيف هنا في البرودكت. طيب احنا هنا لو فتحنا كلاس لو فتحنا هنا كلاس بتاع الداتابيز، فاحنا كنا عملنا اطلب داتابيز هيلبر، وكان جواه في كلاس اسمه اليوزر دي بي جافا اللي هو كان خاص بالداتابيز الخاصه باليوزرز. هعمل واحد كمان زي ده بس يكون خاص بالبرودكتس. فهعمل رايت كليك، هعمل رايت كليك وابدا ان انا اختار نيو كلاس واسميه برودكتس دي بي ماشي برودكتس دي بي على اسم نفسي يوزرز دي بي يعني، وهقول له فينيش. فبدأ ان هو يعمل لي كلاس. يبقى الكلاس ده يبقى عباره عن ايه؟ الكلاس ده والله يبقى خاص بالداتابيز او الهيلبر داتابيز بتاعنا
زيه بالظبط زي الكلاس بتاع اليوزر دي بي. اليوزر دي بي كان هنا كان عباره عن الكلاس الهيلبر بتاعنا او اللي بيكونكت على الداتابيز وبيعمل عليها الاوبريشنز المختلفه من اضافه وحذف وابديت والكلام ده كله يعني. تمام. ونفس الكلام هيبقى على الايه، هيبقى على البرودكتس دي بي. فانا اول حاجه مبدئيا محتاج ان انا اعمل شويه كونكشنز كده، فخليني اخد الكلام ده كده على بعضه كده كوبي، واخد اللي انا عايزه واللي انا مش عايزه هشيله. في البداية أول حاجة بكونفجر الداتابيز، عندي يو ار ال وعندي يوزر وعندي باسورد، حاجات الداتابيز، وعندي كونكشن وستمنت. ممكن أشيل السترينج والباسورد دول حاليا لأني لسه مش عارف هيبقوا بتوعي ايه. اليو ار ال زي ما هو، اللي هو بيكونكت على الداتابيز، السيرفر بتاعنا ماي سيكوال لوكال هوست، اطلب سيستم دي بي، ده اللي هو اللي فوق هنا اللي هو اطلب سيستم دي بي. تمام. اللي هو اسم الداتابيز، جواه بقى في مجموعة من التيبلز، احنا بنقدر احنا ناكسس التيبلز دي. طيب جميل، خلينا احنا دلوقتي عايزين مثلا كتجربه نقاد نيو برودكت، نقاد نيو برودكت لايه، للسيستم. طبعا الاد نيو برودكت ده بيبقى خاص بالادمن. حاليا بس هنجرب الفيتشر بتاعت الاد لحد بس ما نكون التيبل اللي هو يقاد البرودكتس بتاعتنا، وبعد كده هنعمل بقى اللي هي عمليه التحكم الخاصه بالادمن بس، وكذلك اليوزرز. وقدام ان شاء الله هنضيف حته المانجر، اللي هو المانجر بياخد ريبورتات من السيستم مثلا، بيقدر يتحكم في الادمنز او الامبلويرز الموجودين على السيستم وهكذا. فلكن حاليا خلينا بس نجرب حته ان احنا نقاد نيو برودكت. فهقول له والله ان انا عندي ممكن اعمله ستاتيك، واقول له هنا ستاتيك فويد، هو هاي فويد، اقول له اد برودكت، ممكن برودكت. طيب الاد برودكت ده هياخد مني، ممكن نخليه بياخد مني شويه حاجات، ياخد مني الاسم والكميه. يعني لو رجعنا هنا في الكلاس بتاع البرودكت دوت جافا، هنلاقي فيه الاسم والكوانتيتي والبرايس والكود، وهو اوتوماتيك بي ايه بيعمل نيو برودكت، يعني بيعمل نيو برودكت، او نقدر هو بي بي بيحط الكود الخاص بكل برودكت. تمام. طيب فاحنا محتاجين ايه؟ ممكن نكون محتاجين ان احنا نقول له والله هات عايزين نأد برودكت للسيستم ده. فهاجي هنا اقول له مثلا عندك سترينج، طبعا انت ممكن تسمي الكلام ده بس انا باخده كوبي بيست طبعا للايه، للتسريع يعني. برودكت نيم، وعندك اكيد هتدخل كوانتيتي برضو، اكيد طبعا اي برودكت يبقى ليه كوانتيتي، طبعا الحاجات دي تبقى خاصه بالادمن. واكيد طبعا ان اي برودكت ليه برايس، فهيبقى برايس دبل. اما الكود انت غير مسؤول عنه، الكود ده حاجه السيستم بيجنريت الكلام ده بشكل تلقائي، يبقى السيستم بيجنريت الكلام ده كله بايه، بشكل تلقائي. طيب انا عشان اوصل للجنريتد كود ده الاوتوماتيك، محتاج ان انا استخدم او استدعي الكونستراكتور بتاعي اللي هي جوه الاد. ان احنا قلنا ان الاد برودكت، الفانكشن اد برودكت دي بت بلس بلس الكود، وفي نفس الوقت بتاد البرودكت كود بتاعي. فانا محتاج ان انا محتاج ان انا اد برودكت، علشان طبعا هنا الليست دي طبعا كانت تجربه، دي ملهاش علاقه بالموضوع الداتابيز، دي كانت جاست احنا كنا بنجرب موضوع ما كنا بنعمل في التيست في المين يعني. تمام. طيب فايه مطلوب مني دلوقتي؟ مطلوب مني هنا مثلا في الاد برودكت، هو هنا بيعمل بروتوكول بيساوي بلس بلس كود. انا ممكن اشيل، ماشي ممكن اسيبها زي ما هي كده، وعايزين نضيفها مثلا في الداتابيز. تمام. نخليه طبعا الكود يكون جنريتد، يعني مش معقول ان انا في كل ما اضيف منتج او برودكت معين انا هكتب الجنريتد كود بتاعه او هكتب الكود، لا هو اوتوماتيك يعمل لي جنريت، يعمل لي جنريت للكود بتاعي يعني. تمام. طيب جميل، احنا ممكن بس دلوقتي حاليا نتاكد ان موضوع الاد برودكت شغال وبيضيف للسيستم. تمام. فلو فتحنا مثلا استسهالا الوقت، جينا عند اليوزر دي بي كونكت دي بي كان بي كونكت على الداتابيز، خلينا ناخدها كوبي، دي حاجات كلها حاجات اساسيه. هنا بيكونكت على الداتابيز، ايه تاني ممكن يكون موجود هناك احتاجه؟ ستيتس ابديت جيت باسورد اد يوزر، ممكن اكون احتاج دي، اخد ده كوبي. تمام. و او مش كلها بصراحة يعني، محتاج بس منها الكود بتاعها اللي هو هينزرت في الداتابيز بتاع القيم اللي انا عايزها. تمام. فممكن اختصارا للوقت
لو خدنا الكلام ده كده كوبي، طبعا الكلام ده اتعدل عليه، وجيت هنا جوه الاد برودكت، الكويري هي انزرت انتو ايه المره دي؟ مش جوه الدي بي، جوه البرودكت دي بي، جوه البرودكت برودكت دي بي هيضيف. والله طبعا انا مسميه هناك البرودكت نيم، يبقى لازم اعدل. خد بالك ان الاسماء اللي فينا في البارامتر هي نفسها الاسماء الموجوده في الدي بي، اللي هي برودكت نيم والكوانتي والبرايس، عشان كده ايه يعني انا عملتها بنفس الاسم للتسهيل في عمليه الكوبي بيست يعني. وهنا هيبقى الكوانتيتي بتاعي، وهنا هيبقى البرايس، يبقى برودكت نيم، برودكت كوانتيتي، برودكت برايس، وطبعا بشيل اخر ده كله. انا محتاج كمان فيلد بعد البرايس، وهو ايه؟ وهو قيمه البرودكت كود، مش كده؟ البرودكت كود. طيب جميل، انا محتاج ان انا اضيف الكلام ده كله. حلو، يبقى انا محتاج ان اضيف الاد برودكت والكلام ده كله. طيب اللي انا هعمله كالاتي، ان انا هاجي هنا في البدايه قبل ما اعمل الاد برودكت، محتاج ان انا اخد اوبجكت من البرودكت، فاقول له برودكت، انا كنت كاتبه ازاي، برودكت بي ايكوال نيو برودكت، لا مش برودكت دي بي، نيو برودكت، اي ثينك صح كده. فلو دوست هنا هيقول لي اد امبورت، فاقول له امبورت البرودكت، فهنا اقول له اد للايه، للبرودكت. لو بصيت هنا جوه هنا هقول له والله البي دوت اد برودكت، النيم والكوانتيتي والبرودكت برايس. ايه اللي انا عملته ده؟ انا بقول له اد برودكت، البرودكت نيم، والبرودكت كوانتيتي، والبرودكت برايس بتاعي الخاص بيا. فهنا هيخش جوه البرودكت كلاس، هيجي هنا هينادي على الاد برودكت، هيضيف الاسم والكوانتيتي والبرايس، وفي نفس الوقت اما يجي انيشاليز البرودكت هيحط فيها البرودكت كود اللي هي عمليه الاساين البلس بلس كود يعني. تمام، فالبرودكت كلاس هيتضاف فيه اوتوماتيك موضوع البرودكت كود. فجميل. طيب فلو رجعت هنا تاني في البرودكت تي بي، فهو بيقول له هنا ضيف والله القيم دي، هتضيف لي قيم ايه؟ هقول له ضيف لي قيم البرودكت نيم اللي انا هبصيها كبارامتر، والكوانتيتي، والبرودكت برايس، دي الحاجات اللي انا هبصيها كبارامتر علشان ادخل القيمه يعني. طيب هنا هيقول لي في مشكله، مشكله ان انا ما عنديش اللي هو الكود يعني البرودكت كود. يبقى هنا دخلنا النيم والكود، وطبعا مش محتاجين ده كمان، محتاج ان انا اضيف ايه اللي حصل في الاخر ده، محتاج ان انا اشيل اليوزر. طيب هي هنا يبقى في اسم يعني، واخد بالك؟ فهنا هيبقى في اسم هنا، واللي هو هيبقى المفروض يبقى البي دوت جيت برودكت كود، لان هنا الجيت برودكت كود هيرجع لي الكود اللي انا اوتوماتيك عملت له جنريشن في ايه، هنا في البرودكت هنا. تمام، فهو اوتوماتيك هيرجع لي البرودكت كود ده، بعمل هنا جنريشن فبضيف البرود كود، فهو بيعمل له بلس بلس، بينكريمنت الكود ده وبيضيفه للكونستراكتور بتاعي. فلما انا استدعي الجيتر اللي هي الجيت برودكت كود اللي تحت هنا، تمام، هيرجع لي البرودكت كود بتاعي. تمام، 13 دقيقة، نكمل الفيديو الجاي.